افتتح محافظ الإسكندرية محمد الشريف وسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر مشروع تطوير سوق الناصرية بنطاق حي العامرية الثاني ومشتملاته بتكلفة بلغت 21 مليون و300 ألف جنيه. أكد المحافظ حرص الأجهزة التنفيذية على تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية التي تعمل على خدمة المناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن المشروع يقع على مساحة 2000 متر مربع تشتمل على أعمال التطوير، تطوير البنية التحتية بالسوق وأعمال الحماية المدنية ومشروع الصرف الصحي، إضافة إلى رفع كفاءة الطرق بالمنطقة المحيطة بالسوق. عمل لنا المول اللي موجود دلوقتي ده كده كمول حضاري او حاجه للشباب بتاعت المنطقه، واحنا بنشكر الدوله على مجهودها معانا. المسؤولين عملوا لنا الباكيات دي لرفع المعيشه بتاعت الاهالي النصريه، ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوداته. دي هتكون مجموعه محلات متنوعه، يعني منها الملابس ومنها الاحذيه ومنها اللحوم والمجمدات والجميع ما يستلزم للمنطقه يعني، والبقاله وغيره. هي مجموعه محلات تقريبا في حدود 100 محل، فبالتالي عدد كافي انه هيوفر انشطه كافيه للمنطقه، هتخدم المنطقه كلها، وبرضك بتفتح بيوت للناس. وزي ما سبق كده وبدات في الحديث، بنشكر الدولة على المجهودات اللي بتقوم بيها في المجال ده.